مشاهدنا الكرام، بالفعل النرويج لغت تدرقا لهذا الأمر، لغت التصريح بهذه التظاهرة التي ربما تهين القرآن، تلبية لطلب وزارة الخارجية التركية. أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين اليوم الخميس أن بلاده لن تعطي الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو ما لم تقف أو ما لم تفي بتعهداتها لتركيا في إطار المذكرة الثلاثية. جاء ذلك في معرض رده على الأسئلة الصحفية باكي أندرسون مقدمة البرامج الإخبارية في قناة CNN الأمريكية. وقال قالين إن تركيا ستعطي الضوء الأخضر للسويد فقط عندما تحرز تقدما في القضايا الواردة في المذكرة الثلاثية وتتخذ إجراءات وخطوات ملموسة فيما يتعلق بتلك القضايا. وأشار إلى أن بلاده تشاهد الخطوات التي تتخذها السويد، لكن ما يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين عليها القيام بها. أضاف أخبرونا بأنهم بحاجة إلى الوقت لتغيير الدستور، وهم الآن بصدد صياغة قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ويقولون إن أمامهم مهلة حتى يونيو حزيران القادم لإقرار مثل هكذا قانون. حسنا، حتى ذلك الحين علينا الانتظار ومشاهدة كيف ستسير الأمور. وأردف القضية الرئيسية تتمثل في استئصال جميع العناصر الإرهابية التي تستهدف الأمن القومي لتركيا من السويد، وتحديدا تنظيمي PKK وواجهاته الأمامية المختلفة والجماعات الأخرى ذات الصلة بالإرهابيين.